الرقابه قررت ان هي تمد فتره سداد قيمه المؤيسات لتركيب عدادات كوديه 60 يوم زياده. ده اللي قررته وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، قرروا مد فتره سداد قيمه المقايسات والطلبات اللي تقدمت للشركات توزيع الكهرباء لتوصيل وتركيب عدادات مسبوقه الدفع 60 يوم اخرى الى 30 ديسمبر اللي جاي بدل من يعني يوم 30 سبتمبر. وكانت الحقيقه وزاره الكهرباء قد قررت السماح لمن تقدم بطلبات تركيب العدادات حتى 30 يونيو الفات بسداد قيمه المقايسات حتى اكتوبر الجاري، بعد قرار السيد رئيس الوزراء بوقف تلقي طلبات التقدم لتركيب العدادات الكوديه للمباني المخالفه في 30 يونيو اللي فات. طيب سريعا نروح لوزاره